بيكون النهاردة في الدرس الثاني في الوحدة الثالثة بتاعت التاريخ الترم الثاني، اللي هي بتتكلم عن تاريخ مصر زمان في الشخصيات المعاصر والحديث. طبعا احنا هنتكلم النهاردة في الحركة الوطنية والمقاومة الاحتلالي البريطاني. الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني. مقاومة الاحتلال البريطاني يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ يعني احنا هنتكلم عن شوية زعماء كانوا بيشاركوا في الثورة العربية. يعني احنا هنتكلم عنهم واحدة واحدة ونشوفهم عملوا ايه وفي الاخر وصلوا ايه الزعماء دول. هنتكلم عن اول احمد عرابي. هنجيب صورة، انا عندي صورة ليكم ليه لكم اهي صورة احمد عرابي. مين احمد عرابي؟ احمد عرابي ده هنتكلم عنه. هو مثلا ده هو اتولد في 31 مارس سنة 1841 ساعة لما كان محمد علي حاكم لسه. طيب في احدى قرى المديرية الشرقية. طيب حافظ القرآن الكريم في كتب القرية، وبعد كده راح عند الأزهر الشريف. ماشي، لما راح عند الأزهر الشريف كمل تعليمه هنا. طيب أحمد عرابي راح عند الجيش وهو عنده 14 سنة. طيب وهو عنده 14 سنة لما راح عند الجيش فضل يوصل ويترقى لغاية لما وصل إلى مرتبة الأميرة ولاد، اللي هو الممتزم الثاني أميرة ولاد. طيب في عهد الخديوي توفيق. طيب عمل ايه؟ تميز الزعيم ايه؟ بسعه الافق ونظرياته الاثريه لشعوب العالم. يعني بيتخيل اللي هو يعني بيحلم ان البلد بتاعته متقدمه يعني جاهزه بكل حاجه. احمد عرابي بقى وهو زعيم الثوره العربيه، سمت على اسمه الثورة العرابية. ده ساعتها كانت ايه، بدأ كفاحه في عصر الخديوي توفيق. ماشي، تسببت النظام التركي، لأن زمان التركيين كانوا بياخدوا فلوس أكتر وحاجات أكتر من المصريين أصحاب البلد. كمان طلب المساواة بينهم وبين مصر، يعني بيننا احنا، يعني مش هو يعني مثلا الناس اللي جايين مش في مصر دول ياخدوا اكتر منهم واحنا نكون غلابة مش لاقيين حاجة ناكلها وكده، لا احنا زيهم. طيب عمل ايه تاني؟ في زعيمين اخرى جم عشان يعملوا. احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا على احمد عرابي، هكلمكم على الزعماء الاخرين دول في الفيديو التاني.